قلب الشام اجيت من حارة عتيقة وبيت صغير بابه الأزرق مكتوب عليه حكاية لأولاد صغار. حتى أنا كتبت على الباب أحلامي إني أقدر أمشي، إني أقدر أوصل، وإنه صوتي يوصل لكل أهالي حارتنا. حملت معي محبة كبيرة وقدرت أمشي وقدرت أكتر وطلعت برا حدود شارعنا وصوتي وصل وحلمي كبر. صوت الناس الطيبة بقيت ببالي، ملامحهم وخوفهم علي من الطريق. كنت بدي أكد لهم وطمنهم إني بقدر. حتى وأنا لحالي كنت بحس بإيدين اللي بدها تساعدني لأرجع وقف وكمل مشواري. ما بتذكر كم مرة وقعت، بس الأكيد إني قمت. ولا بتذكر كم مرة حسيت من المستحيل كمل، بس الأكيد إني كملت وصدقت حلمي وصدقت حالي. كل محطة بفكر باللي بعدها، بتخيلها وبرحلها أقوى وبلاقيها أحلى مما تخيلت. كل مرة بدعي ربي وبقول يا رب لا تنسيني من أي محطة ابتديت. بتابع الحقيقة صحتي الجسدية، بتابع صحتي النفسية كل الوقت. كنت زمان خاف إني أروح على دكتور نفساني ببلد عربي، أقول إنه ببلادنا بيفهموها إلها مفهوم كتير خاطئ، مع العلم إنه بالحقيقة أنا كل مرة بتابع فيها دكتور لما كنت سافر كنت بكون أكثر تقبل لأي صدمة لأي قصة. صدري أوسع، يمكن حتى قراراتي الصائبة اللي أخذتها بحياتي كانت بالفترة اللي كنت بتابع فيها دكتور، واكتشفتها من بعد مدة طويلة. يعني بعد فترة طويلة اكتشفت أنه أنا قدي كان قراري اللي أخذته وقت علاجي أو وقت كنت أسمع كلمة دكتور قديش كانت قرارات صائبة وكانت قراراتي رائعة. فاللي بدي أقوله، وكنت كل ما أحس بضغط، لأنه أنا عموماً من الشخصيات اللي بخاف كتير من الشكوى للبشر، فلاقي أنه الدكتور هو الشخص المناسب للشكوى. يعني دكتوري تبع الصحة بشتكي له إذا كنت موجوعة، ولكن غير هيك لا، دائماً بقول الحمد لله أنا كل شيء كتير عظيم. فكنت لما رحت عند الدكتور بمصر، لما قررت أني أروح عند دكتور يعني ببلادنا، قال لي جمل مفيدة مشان ما ياخذني ويجيبني، مع انه احنا عايشين بنفس البلد. قال لي أصالة اللي فيكي ولا شيء، الضغط هو موجود عند اغلب الاشخاص وهي حقيقة. يمكن مرات بكون عندي ازود شوي، لانه انا عندي هواية حمل السلم بالعرض، بمعنى انا بحب حتى لو كنت عايشة بالجبل لوحدي وما عندي أي إحساس بالأمان، وكل أهلي ورفقاتي وصحابي مأمنين بالمدينة وأنا بالجبل بقلق على أهلي وصحابي. هي هواية عندي إياها من الطفولة، إني بحب شيل هم، بخاف كتير. أختي إذا بدها تمشي من عندي لبيتها بلا أول ما توصلي طمنيني، لأنه أنا ألوقة كمان. فهذا بيحملني هم بزيادة، يعني فوق هموم الحياة وشغلي ومسؤوليات البسيطة. فقال لي أصالة المخ دائما بيسمع مننا الكلمات الكبيرة اللي هي بتكون مرض، موت، تعب، دموع، قهر، بيسمعها وبينفذها. حتى لما بدك تقولي والله خايفة أمرض، ما تقولي خايفة أمرض، قولي أنا الحمد لله كتير صحتي كويسة. وفعلا مع العلم انه انا يعني غالبا بكون هيك، يعني بشتكي مثل ما قلت لكم للدكتور، بس بصمد الاشياء هيك، بقول بدي صمدهم جواي لروح قولهم مره واحده للدكتور هيك اهلكم، بقول له ياهم مجموعه جمل مرعبه. فبالحقيقه هي حقيقه. ومن وقتها، من وقت ما قال لي هي الجمله، ما عدت رحت له اطلاقا، ما عدت فكرت حتى اني ازور دكتور، لانه بالحقيقه حتى الشغل هو نعمة، حتى الضغط نعمة، تعب الأولاد نعمة، وتعبي حتى مع جوزي نعمة،
ومشاكلنا العائليه لابد منها لما بتكون يعني صايره مو انا وجوزي، لا يعني انه على المستوى الاوسع كل شيء بيكون بحياتنا نعمه، لانه لسه عايشين ولسه بنقدر نحل وبنقدر ناخذ قرار. فكتير استفدت من هذا الدكتور لدرجه اني بطلت روح زوره. اللي بدي اقوله انه النقب الاشياء، عندي صديقه بموت عليها وبالنسبه لي كوميديه ودمها خفيف جدا، كل ما بقول لها تليفون بقول لها هاي حبيبتي فلانه، يعني هاي فلانه، بتقول لي اهسو لعمري شو اخبارك؟ بقول لها كويسه طمنيني انت عنك، والله قلقانه عليك. هي انا بعرف بشتغل فيها لان هي دائما بتقلي ذات الجمله، بقول لها طمنيني عنك انت منيحه؟ قلت لي يا صالة والله تعبانة كتير، والله ليلة مبارح ما نمت، ما بحياتي دقيت لها إلا كانت ليلة مبارح ما نامت. فهو مرات بيكون الشكوى شكل من أشكال التعود، بس بدي أقول إنه هي لما بتكتر بتعود على صحتنا بالسيء. كيف أنا لما غيرت حتى بطل زور الدكتور اللي كان يعني حتى ينبسط بيعتي إذا ما كان بيستفيد مني، لما كان بيستفيد مني فلوس. كل ما بروح بتعشى ببيروت بمطعم بتحبي بتذكرك. وين رحنا آخر مرة؟ أم شريف. أم شريف رائعة. إيه. يا الله شو اشتقت لأكلها، فظيعة خصوصي برمضان. إيه. بيعجبني فيها. اليوم كنت عم بقوله لنيكولا موضوع كتير كتير مهم. إيه. أي شغلة كانت صغيرة أو كبيرة، يعني صاحب مطعم ولا حتى ويتر مثلا بالمطعم ولا اللي بينظف الأرض بالمطعم ولا أي شغلة صغيرة. إيه. مهم. ليش قلت له هيك قبل ما أقول لك القصة؟ إيه. اليوم كان معنا شاب مثلا، مش اليوم يعني من فتره عشان ما بضيع، بعمل كثير اشياء بحاله بشكله كول واشياء وتك وهيك، بينما هو بيعمل شغله مش شاطر فيها اطلاقا. كونه ما له شاطر بالشغله اللي عم يعملها ما عنده مبرر يقعد يطرقع بحاله. انا بقول مسموح اليوم إليك تعدي تعملي تنفشي شعرك تحطيه لفوق، تطلعي مش عارفه شو عامله، بدك تمشي حافيه بالشارع، بس انت عبقريه بشغلتك. يعني انت مذيعه قدرتي تاخدي تدخلي جينيس، فانت مسمح لك شو بدك تعملي. شو بدك بتعملي بلبسك بشكلك مبرر لك لانه انت ناجحه. ايه صح. مبرر لك مسمح لك، يعني عندك مبرر انه في شيء كثير مركزه فيه، فمسمح لك تعملي اللي بدك اياه بشكلك. بينما بستغرب من الشباب والصبايا او الستات والرجال اللي بده مثلا يطرقع بحاله كثير، بيهتم بالطرقعه بس ما بيهتم باللي عم يقدمه بالحياه. هو ناجح ولا فاشل؟ هو يعني كمان الفشل بخليك تروحي اوقات لهيدا المطرح. كثير مزعجين هدول، بصيروا بيكرهوني اللي عاملينه لو اني بكون حاببته كثير. والعكس صحيح. عم تحكي عن حدا بيشتغل فن يما؟ لا اي شيء. لا هو مش فن. مش فن، يعني مو فن اللي عم بحكي عنه. راح على الفن؟ لا. بس بيعمل اشياء، عامل اشياء بشكله كثير مهتم فيها هيك وهيك وهيك، ومش ما بدي اقول يعني شو. بينما هو اللي بيقدمه كثير ضعيف وضئيل فيه. يعني مش عارف يعمله، بس عارف يهتم بلبسه ويعمل لي ما بعرف كيف شكل البوت وكيف شكل. هذا اللي قصدي. هذا هروب كمان، هروب من الفشل. مثل ما الناجحين بحق لهم اوقات يجنوا بالاشياء اللي بيعملوها عبقريات، كمان الفاشلين بيروحوا بهذا الاتجاه هروب من الفشل. بركي بصيروا بيشبهوا هوديك الناس الثانيين، مفكرين هوديك بس عبقريه على الفاضي. ايه مفكرين الموضوع يعني ايه. مظهر انه كيف انه اذا هو عامل مدري كيف شعره فانا بعمله فبصير مثله. ايه صح. الموضوع كثير اصعب. صح. خليه شعراتي. والله؟ ايه. يعني قاعده عم جرب كل الاشياء، انا بحب القصير. ايه. بس لسه يعني ما حاسه اللون، ما حاسه اللون ظابط على الشكل، يعني في شيء مو حاببته، يا اما اللون يا اما السشوار. لا القصة حاببته. سمعتي الباب بيبي؟ ولا رايحة على الفاضي؟ ريمونا. ايه. سمعتي الباب ده؟ ايه. ايه؟ ايه؟ سمعته ده. كلنا نروح معك. لك زمان؟
انا قلت او مقطوع الكهرباء او ما حدا عم يسمعني او مشغولين. لا والله العظيم مريم قاعدة عم تجر صرنا ساعة عم تحكي تحكي تحكي. ريمو كانت تسكت وقلها اسكتي دقيقة دقيقة بس. شو اخبارك؟ كيفنا؟ تمام؟ عم تحلق انت ميرسي لك. صح انت اللي عم تحلي انت حس حالك اي لا كثير حليان عن جد حليان عن المرة الماضية. هودي عيونك ريمونا ريمونا جينيس دخلت جينيس جينيس شو أيوة انا سبقتها بهالقصة انا بسأل اربع خمس ايام ما حدا بيعطيني جايزة مش معقول كيفك؟ مبروك تفضل لو سهلا عود هون معي اوكي عود محل لتقدروا تغنوا سوا اهلا وسهلا هلا فيكي مشتاقين وانا كمان شو اخبارك؟ اشتقنا من اخر مرة اي والله كثير كثير اشتقت لك بسم الله عليكي شغل وكل الوقت عم تابعك كل الوقت كمان وانت شو وانت كمان مع انه هداك اليوم كان في ضيوف بس ما عرفت شو بدي اقول لهم حسيت انه عندهم حق قالوا لي مروان من وقت غنى بطل يعطي الحان لغيره كثير مثل العاده او بطل يعمل اشياء بغزاره ولا اي كلام ايه مش مزبوط لانه بالعكس في البعض بيقولوا لي انه شكلك بتعطي لغيرك احلى يعني ايه مزبوط انا بلاقي بيعطي اليسا عطيتها اشياء رائعه بتشوف شو الاغاني اللي عم تقطع صح طب شو قلي يمكن اليسا اكبر اثبات ايه اي اليسا ايه اليسا الحقيقه انا بعطي من قلبي وكمان الغنيه هي مش بس مغني سوري مش بس اغنيه وكلام ايه هي مغني وتوزيع وتسويق كل هالعوامل هودي كمان بيجعلوا من الغنيه شيء ثاني مختلف ايه صحيح بس في ملحنين هيك في يعني كثير ملحنين وكتاب وبيعطوا لما لانهم بيغنوا بيعطوا الثانيين اشياء بشعه في امثله كبيره صح؟ ايه بس هو قليل اللي بيغنوا فعليا يعني اللي بيلحنوا بيألفوا بيغنوا اللي فعلا مشوا بالقصه قليل بعتقد الكل حاولوا بالموضوع الكل حاول أي. الكل يعني ملحن حاول وشاعر حاول ما في شيء ملحن بعيد نهائيا عن الغناء عاده كل مغني كل ملحن, ملحن عنده صوت بس بيبقى الجزء الاخر اللي هو كاركتر الصوت واكثر من هيك القبول انا بضل أقول المغني هو مش بس صوت هو لا حاله خاصه والله بيعطيه شيء ومن ضمنه الصوت واشياء ثانيه اي هي بالحقيقه شو تشرب يا عمري بشرب دواء بالحليب بالحليب سكر هيدي الشنطه عم تحطيها حدك شو فيها حركي شيء اعشاب ينسون حمرتي مسكرتي عندنا ثاني شو تشرب يا بيبي ساندي تعالي معي يا قد ايه سكر؟ سكر ملعب زيادة متأكد؟ متأكد اه طب شوف مع الأساتذة شو جعبالك تقول ليجهزوا لك سلطنوك كيف الشباب؟ تمام؟ صوتك وجهك هاي حليب نقطة حليب بيب اي يلا شوي هذا ابو غوص طيب حليب قصدي من عند الحلاب تبع حارتنا ايه تتذكري في حلاب كان يمرق عندكم على البيت لا يبيع حليب يمسك تبع هاي الحليب على كتفه مو معقول انا صليت بكير من الضيعه ما شفت شيء منهم هون مش من الضيعه كنا بالشام هدول ايه يجوا لنا لا بيروت ما كان شيء قد ايه سكر بيب؟ 2 بيروت ما في هذا لا يا الله شو حلو لا في عنا كان الحلاب هيك يمسك حرام وتقيله وزلمه كبير كان اي والله هاتي نحط الاشياء تحبي الصحن؟ ايه أنا ما بحب أشرب صح والله؟ آه هاتي أسمعك يا لا هيك معالي شفتي أكيد هي أسرع شوي
انت. لا اللي بايدك الك يا بيبي. اه سيدي خذي هذا لمروان. اه صح صح وهذا الك صح. آه. سوري شو قررت تغني؟ شو قررنا نغني؟ بدنا ناخذ نفس. إذا ما بتغني بغني أنا. بتعرفي؟ أبدا ولا زرزورة بس كمان ما عندك الجرأة ولا عندك؟ لا كثير بحب غني وبستمتع وبتذوق وبعرف الغنية إذا رح تنجح أو لا وبحبها بس كثير بغني برات النوتة وبيضحكوا علي كثير. مرة كان في برنامج على الـ LBC عيد الـ LBC قالوا لنا كل اعلامي بده ينقي غنية، انا شو بنقي؟ بنقي شي لشادية انه من هول مخاسمني بقاله مدة انه سهلة. انا مفتكرتها سهلة. ايه قمت نقيت رحت لاعمل ريهرسل قليل عليا كان قائد الفرقة الموسيقية قال لي روحي روحي خليكي محترمة فلي على بيتك لأنه ولا بتعرفي تغني أبدا. طب جربي. أبدا ما عرفت. ما عندك؟ هلا هلا مخاسمني بقاله مدة ما عم تزبط. بغني كثير غلط يعني مع اني انه بسمع كثير بسمع مثل انا الرقص بتخيله مزبوط يعني انا بتخيل اني بعرف ايه بس لما بيجي بنفذ مش ممكن ما عم يزبط معي ولا شيء يعني بس اللي براسي كثير حلو بعرف كيف الحركه بتنعمل بالضبط بس واقفه جامده مش عارفه اديها. هي الموهبه سبحان الله. هي الموهبه بس والله يعطيك تعبري بشيء معين. واوقات بسمع غنيه وبس كمان جرأة بدها يعني في اشياء بدها. انا كنت بحسها احسن من اللي مطربه يعني بعرف حسها اكثر من اللي بتغنيها مثلا انه اللي بده يزبط ولا ايه الاحساس يعني فعلاً؟ يمكن حدا عنده تكنيك احسن بس انا احساسي افضل. ايه ممكن. طب خليني تجرب ما عم تقدر تقلا ايه الا لا يعني سيطر عليها اعطيها اوردر الا لو سمحتي جربي مع انه انت ملحن قدير ومطرب قدير مشكلة انا عم تقولي للشخص اللي ما بيقول هالشيء لحدا الا لو سمحتي جرب مرمور كل شيء دائما في له بدايه الا لو سمحتي غني ليش تتلخبطي انت الشاب كثير ناجحه مطرح ما هي يعني لا بس تجرب مقطع صغير وبركي مقطع صغير مشي الحال انا حغني هون بدي اغاني لا بتفوتيها الدوامة ما تعطيها انت اهم شيء لا ولا يمكن بكفي عم بغنوا ومش خارجه صرنا بحاجه لاقل عدد من المطربين صرنا بحاجه لسماعه طب جربي هيك قولي بلكي انا بقول لك الحقيقه امن لي لا بس بجرأه بدك تكوني ما على طول هذا مستحيل لا غمضي عيونك شاديه شاديه قولي شو حافظين لشاديه يا شباب طب قولي لهم انت اغنيه هاي اللي قلتيها قبل شوي شو اسمها بقاله مده ايه مخاسمني بقاله مدة بتعرفوها؟ سيجا سي مبدئيا سيجا سي بيقول الأستاذ أنت بتعرفيها؟ هقول معك يعني هتغني مخاسمني بقاله مدة لا. انتي لازم تعملي اغنيه ما تنسعيها هالقد كان نبلش ولنه صح تيارارا اعطيني النوت بس هيدي تيارارا ايه مخاصمني مخاصمني بقالو مدة مخاصمني بقالو مدة وفي ليلة الشوق ناداني الا يا حبيبي كلمته سمعت احسه وقفلت سمعنا الميلودي مخاصمني بقاله مدة صح وفي ليلة الشوق ناداني كلمته سمعت حسه وقفلت السكة تاني يلا شدي أكثر بسرعة اكمنه يا ناس وحشني وابصموا كمان حيشني اكمنه يا ناس وحشني وابصموا كمان حيشني كلمته سمعت حسه وقفلت السكة تاني عندك نص وثلاث ارباعه يعني انه عارفه انه انا صوتي مش كثير منيح عندك هالوعي انه لك انا بعدين عم بحكي لي ولا يهمك ما بتقبلي على نفسك انك تغلطي بس فيها تغني احسن صور فيها يعني والله العظيم قلتي كم مقطع مزبوطين ومنتهى النغومه لا فيكي ما تنشزي فيكي بسهوله
فيكي مش عارفه انت ليه خايفه. طب تعال نغنينا احنا بس خش راب مونتاج. نغني غنية؟ لا نغني غنية تانية. شو بدنا نغني؟ ما شغلين سوا انت واصالة؟ بلا مقدمين اغنية. لا تخاف بموت عليها. لا تخاف. اي اي مظبوط. عاتبك. طب تعزف لي اياها؟ طب غنوا لنا اياها. هذيك نعملها؟ يلا هيني معك. لازم اتذكره. قلبي انجرح ما عاد في شي يجرحه، صاير حجر حطيت قلبي. اللي بتكتبوا يا مرموره شي خيالي. بس عم نهرب شوي صرنا من الاغاني الحزينه. وعارف؟ عرفان لانه كل شيء حزين. كل شيء ايه. مثل قبل كنت احضر افلام الرعب انبسط فيها وبقولوا لك حلوه انه بتفوتي بتحضري بتطلعي بتلاقي الحياه رائعه اجمل وحلوه ورديه، سو بتطلعي من فيلم الرعب لمشاهد رعب اقسى بكثير الحقيقه. بس بعرفني بحبه لانه بعرفه مش واقع. على القليله على القليله صارت افلام رومانسيه هلا الافلام هي نفسها. يعني حقيقي مو معقول، مشان هيك صار لازم الواحد يفتش على اي شيء عنده شويه سعاده راحه.
يخلق. صحيح. تعمل هيك حابة. بس بعده بعده الإنسان لو قد ما كان بيفتش بالموسيقى وبالأفلام وهيك على ما في غير يعني على الموسيقى الحزن. تحديدا على الحزن. ايه وبالعالم العربي نحن شعوب بكائية. ايه بكائية. بس بحس يعني بتعرفي عم يعني اكيد عم نتغير. اكيد اكيد اجباري بدنا نتغير. مثل كيف اللبنانية وقت الحرب كانوا اكثر شعب مثلا يمكن على بالعالم بيدور على الفرح والسهر، بيقولك انه تحت القصف يروحوا يدوروا كيف بدهم يسهروا. هو هذا نتيجة حرب، هو هذا رد فعل طبيعي للأشياء القاسية اللي بتشوفيها بعينك، موت ودمار وتحسي الحياة. نحن اوريدي بنحس الحياة قصيرة، فما بالك في حدا كل يوم بيشوف الموت ألف مرة. صح. هلا الناس بتموت قدامه. كريسمس ونيو يير يعني صار أشياء كثير انفجارات بلبنان، ورغم ذلك كانت ليلة رأس السنة ليلة عامرة. عامرة. سهرتي؟ قبل بيومين ثلاثة. سهرتي؟ اي سهرت. أخذت أولادي وسهرتهم أول مرة ليلة راس السنة برات البيت. أنا فكر عندك بنتك بس. بنت وسبت. الله يحفظهم يا رب. لحتى كمان هيك تحدي للموت، لأنه اللي عم بيجرب يموتنا هو حدا ضد الفرح، فبتحسي انتقاما منه بدك تفرحي، لو عادة ما بتسهري على راس السنة بدك تسهري. يعني يمكن أنت لقيتي لها هيك تفسير، بس هي بالحقيقة عم تفتشي تعيشي. يعني عم تفتشي على هي اللحظة انه بدك تعيشيها لانه إيه لانه هو بده يغتالها بكل تكة، لانه انت اوقات بتأجلي الفرح اصالة بصير تقولي ايه لما بتكون الظروف كلها مزبوطة ايه بصير تقولي بعد والدنيا رايقة جمعة الجاي مو مشكلة جمعة الجاي ايه صح. هلا ما حدا عارف شو بده يصير جمعة الجاي بالحقيقة. وشو عامل هلا اخر شيء لمين؟ لمين هو اخر شيء كان اغنية لالي انا قدمتها، يعني فعلا غنيتين خلال 3-4 شهور، اغنية اسمها قلبك على قلبي وهلا الأخيرة اسمها مش عم بتروحي من بالي، واللي هي أكيد بعد ما سمعتيها أنت لهلا لأنه ما قالها شيء أسبوعين. والله طب وأغنية شوي نمط كمان مختلف شوي، كيف وقت كنا سوا وغنينا أغنية اسمها تم النصيب قلتي لي هيدا مش أنت بس مطرح تاني حلو. تقريبا فيها هالجو هيدا. والله طب فيك تغني لي إياها ولا لسه مخبيها؟ إيه لا من مجربة فيك أوكي مجربة. كنت عم بسألك حابة ريمونا؟ حابة؟ طب الحمد لله بس اطمن قبل ما اسمع. اللي بتقول مش عم بتروحي وصاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروحي، شغلي مش بايدي موت وانت بعيدي، ولما تطلي يا روحي تردي لي روحي. طب دربنا شو نرد وراك؟ اوكي هي هالجمله الاساسيه والاغنيه بتنعاد على زيت الجمله الموسيقيه. اوكي هلا في موال انا مغنيه بالاخر مع الايقاع رح اقوله بالاول هيك شوي. شوفي وصف واخبار والناس حكيوا علي وناس قالوا لي هيدا اللي عندك صار وسواس وهوس ما عاد حب عادي، ليش الهوى كيف كان ينقاس إلا بعشق وجنون وفكار مشغولي، إنسان من ما كان الكاس لو دا إلا وعمل مثلي أنا هيك وزيادي، ومش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي وصاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروحي، شغلي مش بإيدي موت وإنت بعيد ولما تطلب يا روح تردي لي بروحي، مش عم بتروح من بالي مش عم بتروحي وصاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروحي، شغلي مش بإيدي موت وإنت بعيد ولما تطلب يا روح تردي لي روحي، بعملك حارس بالليل بغني لتنامي وين غطت عيني لحظة بشوفك بأحلامي، انت مش موجود بعمري انت وجود كيف بدي اهرب من قلبي وعمري وإيامي، ومش عم بتروح من بالي مش عم بتروحي وصاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروحي، شغلي مش بإيدي موت وانت بعيني ولما تضلي يا روح تردي لي روحي، يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى
شو السر اللي خلاني عطولي بفكر فيكي وين غبت بجن ضيع حالي تلاقيكي قالوا هيدي حالي والله انت حالي انت ذاتي حالي يا حلو فيكي شو السر اللي خلاني عطولي بفكر فيكي وين غبت بجن ضيع حالي تلاقيكي قالوا هيدي حالي والله انت حالي انت ذاتي وحالي لا يا حالي فيكي ومش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي وصاير عن لاحق خطواتك وين ما بتروحي شغلي مش بإيدي موت وانت بعيني ولما تضلي يا روحي تردي لي روحي ولما تضلي يا روحي تردي روحي ولما تضلي يا روحي تردي لي روحي يا أهلين يا ريمونة. أهلا فيك. شو شاردة بالجنس اللي دخلتي؟ الحمد لله ما شفتي حالك علينا حبيبتي. ايه هاي كويسة. بسط باتصالك كتير مع انه هذا مقطع الخط ما عرفت كمل التليفون معاكي. حكيتها مرمور؟ ايه لريمونة؟ لا ما حكينا. لا ما حكيتها. باركت له بس هلا باركت له. ايه باركت له بس ما حكينا قبل. اوكي. انتو مو رفقة لسه هلا بتصيروا رفقة صح؟ أنا ما بحبها وأنا أكيد إنه هي بتحبني بس ما في اتصال مباشر. مرة عملنا حوار من زمان. إيه مرة واحدة. بس إيه ما في شكلك والسفر كتير. هو بهاي الحق عليها مو عليك طبعًا. يعني بهاي القصة. لأنه هي لازم شو اسمه وقت هاي. للحوار. لازم إيه. استضافتني مرة. مرة من زمان إيه. بعدين هو صار شوي بعيد. أنا كنت مبعد عن الإعلام شوي. إيه ليه؟ ما بعرف فترة هيك ما حبيت أكون موجود كل الوقت. حتى أنا أتصور بزهق. إنه؟ يا الله أنا ما في شيء في العالم بضايقني كأني عم بعمل شيء يعني على قلبي قد لقاء صحفي. لسبب. ولا؟ لسبب. حسب مين عم بيحاول؟ لا لسبب. أول شيء الأسئلة غالباً مستفزة. يعني غالباً الأسئلة معمولة لتطلع أسوأ ما فيه بعدين مرات أنا بجاوب هذا مو جوابي بس هو ضايقني فقلت شيء انا مو مقتنعه فيه يعني ممكن صح. يكون رايي بمروان بموت على مروان بس يقول لي السؤال طريقه يستفزني فقال له انا ما بطيق مروان مثلا صح. فبغلط صح. بغلط من الاستفزاز وانا شخصيه كتير سهل حدا يستفزني يعني ما عندي كنترول صح. هي السبب الاول. ثاني سبب انه اللي بقوله عندي لغة خاص يعني بطريقة هيك بحكي فيها مشان هيك بحب المباشر بحب أعمل لقاءات يعني على التلفزيون أو أحكي مباشر صح. بينكتب بصير شخصية تانية حدا تاني صح. بيتنمق بطريقة دمها تقيل فبطلع لا أنا هاي يعني لا أنا المؤدبة ولا أنا العصبية مو أنا بالمرة الكتيبة على أصعب الصحافة المكتوبة أصعب تأذيه بمطرح معين بس أنا كل ما أطلع بمقابلة يسألوني إنه مروان أنت هل قد رومانسي مثل أغانيك أنا بدي جاوب بطريقة إنه ما كذب يعني قال لي شيء ولا انا مش كل الوقت رومانسي هي الكلمه الصغيره انا كلفتني كثير بمطارح معقول إيه لانه الناس بدها تشوفه مثل ما هي بدها بدهم الستاتيو بدهم التمثال تبعك ما بدهم الحقيقه هي حقيقه صح. تغيرت شوي الايام اكيد عن قبل تغيرت شوي بس برضو انا برايي لهاللحظه الفنان ما في يقدم كل ورقه كل ورقه الشخصيه وانتمائاته وكل شيء لا طبعا صح مين الحلو مرحبا اهلا وسهلا تعال اهلا اشتقت لك وانا كمان كثير بيبي اهلا وسهلا هاي يا عمري مرحبا هاي شو اخبارك كويس اهلا وسهلا يا عمري كيف الحال تمام شفناكم من قريب كيف الحال مش ممكن شفتي عبوره تمام معجزه شو مروان معجزه كم كيلو لا كثير لا مش هالقد لا كم كيلو كثير بيب كيف مش هالقد كتير كتير كيلوهات عن آخر مرة تعشيتي عندي كنت بعدني مولدة بعدك مولدة ايه بس كنتي ايه لا كأنه أنا ما صدقت وقت فتي وحياة بابا ما عرفتك ما أنا حبيت أعمل لك إياها مفاجأة هي مفاجأة فظيعة وصرتي بتشبهي حدا شو اسمها سوري مرمور شو اسم الممثلة تبع تايتانيك عن جد نسيت اسمه بس إنه
كيت وينسلت حبيت ايه والله العظيم فكرت تشبهيها حلو يعني اكيد ايه كيت وينسلت مو حلوه بتشل انا احلى انا احلى قوليها قوليها ايه هي حقيقه وبعدين مع الوقت اكتشفنا انها هي ذكيه غير انها حلوه ذكيه هذا الشارم بعتقد اللي بنحكي عنه بيكون هو هالذكاء المضاف للجمال ايه هو هذا اللي بيخليها حلوه كل الوقت عبد الرحمن ما بعرف اذا مروان سمعت صوته صوته رائع واللي بيقدمه كمان هيك بيقدم شيء كثير كثير خاص وبالصدفه كان هو وعبوره ببرنامج واحد سوبر ستار صح بسوبر ستار كانت يعني زي اختي في البرنامج كنا نجلس مع بعضنا نتكلم ومرات نتمرن مع بعضنا لا بتجننوا انتوا الاثنين كل واحد فيكم له ميزه بس كمان عبد الرحمن اللي بتقدمه انت كثير كثير خاص ايه طبعا كثير خاص وحلو هلا ريمونا بما انه هي العالميه اللي فينا جينيس وومن ايه طبعا كسر الرقم اللي عملنا كلنا حتحكي علينا بالكتاب ايه كل واحد تعطي له صفه وخلص كتبوك يا بيبي ايه انا عملتها بديسمبر وديسمبر كان طلع 2014 فراح ينزل بال 2015 حينزل بال 2015 هذا الشيء يعني فظيع طبعا حكيتها كان صوتها غريب بعرف حس هذا الاحساس لانه انا بتصير معي لما بواصل بس ما بواصل هالقد بس مرات والله وصلت 35 ساعه سهراني بقعد عملتها طبعا كثير اذا معلش مش بس السهر اكيد الحين السفر وكذا وتضطري ما تنامي اي واستوديو بس انا بتصور واحد ممكن يجدد قوته من 24 ساعة برجع بجدد 24 بس انه يجدد على 4 ايام ورا بعضهم 4 ايام؟ لا 46 ساعة 46 ساعة بس هو التركيز والقعدة على الهواء ايوه تركيز اكيد اكيد يعني هي عم تشتغل كمان لا وكل حدا عم بستقبله عم بستقبله يعني كأنها بعمل معه مقابلة حوار مش انه عم بحكي معه تماما انا فكرتك بصراحة طلعت انا بالأواخر ايه صح يعني دقيت لك بالساعات الأخيرة صح يعني صرت انت كمان بالجينيس بوك ايه دقيت لنا انا رفيقة جينيس ايه فاللي عملته انجاز فظيع فظيع هيدا اللي بياكد موضوع الفكر والراس الراس بيقدر يعمل اشياء مش طبيعيه اذا بحالات نحن قررنا او بحالات استثنائيه مصيريه مثلا صح اذا واحد تعرض لشيء ممكن راسه يعمل اي شيء بس تيقدر يخلي الجسم يستمر صحيح. واذا هو بحس في خطر بمطرح معين على الجسم ساعتها ممكن الواحد يخضع عن الوعي ساعتها بيكون في مشكله صح ايه هو بيقرر هالشيء فاكيد انت كان في معك حدا يراقب لك هالموضوع هيدا مع ريما لا انا لحالي مع دكتور كان معي دكتور بس مش ما يصير في شو سوري اغماء او شيء ايه كان في صليب الاحمر الراس بيعمل الكمان تعال معي صح شو تشربي؟ انا عزوقك شو عامله؟ في نسكافيه في شاي في صحيح بدي كنبه شاي احسن شيء شاي احمر اخضر على ذوقك شو بتشربي؟ انا عم بشرب انا بشرب مثلك اخضر؟ اخضر يلا قد ايه سكر؟ يلا ولا بلا سكر بلا سكر اوكي هو حدا بجدد؟ يعني بس واحد يغني اذا كان مرتاح ومبسوط بيروح بعالم ثاني بينسى الوقت واوقات اي شيء مبسوطة خلص بيقطع فعلا بفوت الانسان بمرحله اكستاز يعني مرحله انتشاء معين بالصوت يعني او باي شيء باي عمل حتى انت اكيد ريما صح بتبطلي واعي على الوقت وعلى حالك انا منيحه وما بدي فل وبدي ابقى على الهواء اكثر وقت ممكن وانا كمان كان عندي قضيه كان في البنت عم بجمع لها مصاري لتعمل عمليه في هدف كمان كنت حاسه انه اذا وقفت خلص كمان في ناس انه هذا حلم معلق فيني فكمان هيك قويت وهذا كمان بيبرر انه اوقات بنحضر فيلم بتكون ترو ستوري بيقولوا انه مثلا صار مثل ذا امبوسيبل اذا حضرته امبوسيبل اذا حضرته انه كيف قدروا ضلهم عايشين بظروف سيئه كمان الراس بصير يعمل ليبقوا عايشين او ليضاينوا اكثر غريب هي الحياة اصلا حلوة بكل صعابها وبكل مشاكلها وبكل قصة الاشياء اللي بتقطع فيها واوقات بنستسلم اكثر اصلا يعني هيدي الاشياء واوقات بنستسلم على اشياء بايخة مزبوط لن نستسلم لن نستسلم ولن اي هيك اشياء بترجع بتعطيك قوة مزبوط جينيس بوك وانا ما حدا يعني كل اللي حوالي يقولوا لي ما راح فيكي تعمليها شو هيدا شو انت ضليتي واعية اخر شيء على كل شيء بتحكيه او صرتي هيك مثل فايتة بترانس لا كل شيء
عن جد؟ ايه شو صعبة. بس قدرت تحتي من بعدها؟ عادي. بتعرفي بالكونسرت تبعي مثلا اوقات هلا في ايام مثلا ما بعرف مروان اكيد كمان بيقطع فيها، عن جد بتحسي دقيقة دهر، بتحسيها ما عم تقطع. هيدا الجو الناس بيعطوكي هال عن جد الناس اللي قدامك، اوقات الصوت، اوقات الاضاءة، اوقات اي لحظة هيك، يعني الفنان كثير حساس لاي شيء بيصير، كل شيء بيكون بحوطه بهيدي المرحلة اللي هو لازم يغني فيها. فاوقات بتقطع الساعات وبتحس انه لما يزقفوا العالم حتى بتحس انه حدا وعيك. مظبوط. بيقولوا لك شغله وكل الخبرين بالمسرح انه وقت اللي بيقدموا مسرحيه او اي عمل بيقول لك حتى لو بذات المكان ما في جمهور بيتكرر ذات الشيء بثاني يوم. صحيح. لانه مجموعه الناس على بعضها بتخلق جو معين. صحيح. بتخلق ذبذبات معينه ما بتتكرر. إذا هني قدموا لك شيء هالشيء الإيجابي، إذا مثل ما قلتي الباند معك صوت وصل مزبوط، لأنه الموسيقى هي هالبرفكشن بلحظات معينة. هي كل الأشياء البسيطة مجتمعة مع بعض. أيوة هالديتيلز الصغيرة هي بتكون آخر شيء الصورة الكبيرة 100%. بقى هودي عن جد في أحيان ما حدا بيعرف قد الفنان فعلا حساس على الأشياء، إذا فنان على أصغر التفاصيل فعلا. مزبوط أكيد. يعني بينجرح بأي شيء فعلا هيك. عبورة ممكن تبتدي لنا بأي قصة؟ أنا؟ غني لي أي شيء. غني لنا هيك، ما بعرف انت يعني شو حاسه اكثر شيء هلا حاسه بهرنا، بما انه اول اغنيه لازم تبهرينا. انا هيدا بالمقلوب. تقولي شيء قديم بيبي؟ شيء قديم؟ ايه يلا. ما حتغني اغاني من اغانيك؟ بلا لازم، بس شيء قديم اول شيء شو قولك؟ شيء قديم يعني عربي؟ ايه عربي. هو قديم لكن شو بيكون؟ ممكن يكون كثير اشياء. اوكي انت عليك. العبير عايشة بالهند. بالهند. انا عايشة بكل العالم حاليا، مش عارفة وين. إقامتي هي بالطيارة حاليا. عبد الرحمن حبيبي افتح الثلاجة اللي هي بوشك هونيك. اوكي. هيك بالوش، في صحن كنبي هاد جيبه يرحم ابوك. شيء قديم. الله يوفقك. لك شو رأيك بشيء قديم نبلش بيه يلا تنام ريما؟ هلا مش تنيم العالم بس هيدي تهويدة. يعني هيدي لريما. يلا بس ما نفت هون ما نمت. ايه اللي انت بتغني لها هي وعم تعمل تتعمل تخيل انا وبجنس هي عم يلا تقوم ريما كانت ضيعت عليكي طبعا. يلا يلا تنام ريما يلا يجيها النوم يلا تحب الصلاة يلا تحب الصوم
تحت خيمة مجدلي قديش تشي وقديش تشي والخوخ تحت الشمشي وكل ما هب الهوى بقطف لاري ما بشمشي هي 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 وهينا دستك لكنك عيرينا غسينة يا بريمة ننشر هنا على ياسمينة بودي شو اللي بتغني انت اكثر شيء مين اكثر الاشخاص اللي بتحب تغني لهم يعني انا عندي مشكله مع الاغاني بصراحه لانه كل الناس اللي انا اغني لهم ممكن يزعلوا مني ليه لانك بتغير بال اغير كثير في الـ في الـ في الاغاني واعملها اخرجها اول شيء مرات بره الريتم بره الايقاع واغنيها على طريقه الموال مرات أضيف من عندي وأفكفك في الأغنية وألعب فيها يعني طب سمعنا مثلاً يعني سمعني مثلاً يلا مثل طيب. أي أغنية أوكي حط لك بس مايكروفون بدك على طيب ماشي يسلم إيديك يا رب أسمار يا سماراني تسلم مين أساك علي على نار الشوق أنا حستنى وأصبر قلبي وأتمنى
واستنى واصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني وعلى بال ما تجيني واتهنى طمعني في غربه وعدني تبعد عني ليه 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 تبعد عني وتشغلني الله. أول أغنية رائعة كأول أغنية. أنا دائما عندي أول أغنية بكون فيها طالعة ونازلة بطلع من على المقام وبنزل وبرج تشارك دائما أول أغنية. فأنت كأول أغنية يعني عظيم، يعني ما خفت قد ما أنا بخاف. غني؟ إيه أكيد بتوصل. غني أنا وأنت وعبورة شيء قديم. شو جاب بالك تقول؟ لإلك للغير ما بعرف. لمين بتحب تغني مرمور؟ علمني شو ردورك. شو غنية جديدة؟ غنية جديدة عاملة. مش عم بتروحي من بالي. اوكي. ايه. لمي مينور. هي اسمها شو يا بيبي؟ هي بعدها نزل غنية هيدي بتقول مش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي. وصاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروحي. شغلي مش بإيدي موت وانت بعيدي ولما تطلي يا روحي ردي لي روحي. ما بقى اسم مكتوبي هون. معلش انا بغنيها اول مره هيك. شوفي وصف واخبار والناس حكيوا علي وناس قالوا لي هيدا اللي عندك صار وسواس وهوس ما عاد حب عادي ليش الهوى كيف كان يناس إلا بعشق وجنون وفكار مشغولي إنسان من ما كان هالكاس لو دا إلا وعمل مثلي أنا هيك وزيادي هو مش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي وصاير عم لاحق خطواتك وإنا بتروح شغلي مش بإيدي موت وإنت بعيد ولما تطلي يا روح تردي لي روحي مش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي وصاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروحي شغلي مش بإيدي موت وانت بعيد ولما تضلي يا روح تردي لي روحي يا ليلى ليلى يا ليلى يا ليلى شو السر الخلاني عطول بفكر فيكي وين غبت بجن بضيع حالي تلاقيكي قالوا هيدي حالي والله انت حالي انت ذاتي وحالي نلاقي حالي فيكي شو السر الخلاني عطول بفكر فيكي وين غبت بجن بضيع حالي تلاقيكي قالوا هيدي حالي والله انت حالي انت ذاتي وحالي نلاقي حالي فيكي مش عم بتروح من بالي مش عم بتروح وصاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروحي شغلي مش بإيدي موت وانت بعيد
ولما تضل يا روح ترتلي روحي او لما تضل يا زولة ترتلي روحي او لما تضل يا روح ترتلي روحي. الله الله هيك بالحفلة بصير في مرة بس اسمي خليه اسمي على الاقل مره شيل المايكروفون قبل البرنامج يعني باي برنامج بتقول اسمي مثل ما بتقولوا عندي بالبيت. شو رايكم بتعشوا؟ يلا بدكم ما جا مالك تمام بلا ليش لا يلا ريمونا حبيبي تعشي ايش طبخت لنا؟ شو الطبخه اليوم؟ قوم الحيان ما لقيت اكل اطيب من اكلي عامله استراحه يلا يا بيبي يا من هاون 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 من هاون تفضل يا عم في كتب بيطيروا العقل لازم والحنجرة اوشو وتاريخ شو حلو اهم شيء مع انه التاريخ انتهى هلا صرنا بالتاريخ جديد تاريخ جديد مرمول تفضل ترقصنا تفضل لا حبيت السيزون الجديد عن جد لا عشوائي جديده تفضل ممكن اجي كل يوم